بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبتي وأخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تحدثت معكم في الحلقة القادمة عن سيرة العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن قايد الهبري رضي الله عنه، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نحكي أو سوف نتكلم عن علاقة الشيخ محمد بن قايد الهبري رضي الله عنه بفضيلة مولانا الإمام محمد متولي الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه. علاقة الشيخ بن قايد بالشيخ الشعراوي: عندما سافر الشيخ محمد متولي الشعراوي في عام 1963 إلى الجزائر كرئيس لبعثة الأزهر هناك، وقد عاش الإمام الشعراوي في الجزائر حوالي 7 سنوات ارتبط فيها ارتباطا شديدا بالشيخ محمد بن قايد. وكان الإمام الشعراوي رضي الله عنه يشارك بصفة دائمة في مجالسه وفي حلقات الدروس التي يعقدها الإمام محمد بن قايد، ولكن لم يرى فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي الشيخ بن قايد من قبل، ولكن عن طريق الرؤيا في المنام قبل أن يلقاه في الحقيقة في الجزائر، وذلك حيث عرض على الشيخ الشعراوي رضي الله عنه أن يسافر كرئيس لبعثة الأزهر إلى الجزائر، ولكنه هم بالرفض. فجاءه رجل في الرؤيا يسأله: لماذا لا تريد القدوم إلينا؟ وطلب منه السفر للجزائر، فغير الشيخ الشعراوي رضي الله عنه رأيه وقبل بالسفر. وفي حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة الذكرى 8 لاستقلال الجزائر في القصر الرئاسي بالجزائر، لمح الشيخ الشعراوي رجلا جالسا ضمن مجموعة من العلماء، وإذا به هو ذلك الشخص الذي جاءه في الرؤيا، ولم يكن أن رآه من قبل. وحينها أسرع الشيخ الشعراوي إلى الإمام محمد بن قايد الذي رآه وابتسم له فتعانقا. وقد نظم الشيخ الشعراوي قصيدة في مدح الإمام محمد بن قايد الهبري، وهذه هي القصيدة التي قالها الإمام الشعراوي في مدح العارف بالله محمد بن قايد: نور القلوب ورى روح الوارد هبرية، تدلى الوصول لعابد تزهو بسلسلة لها ذهبية، من شاهد للمصطفى عن شاهدي، طفت في شرق البلاد وغربها، وبحثت جهدي عن إمام رائد، أشفي به ظمأ لغيب أشفي به ظمأ للغيب حقيقة، وهيم منه في جلالي مشاهد، فهداني الوهاب جل جلاله، حتى وجدت بتلمسان مقاصدي، واليوم أخذ نورها عن شيخنا محيي الطريق محمد بن قايد. أما وفاته رضي الله عنه وارضاه، الشيخ محمد بن قايد الهبري توفي يوم الجمعة الموافق 28 ربيع الآخر 1419 الموافق 22 أغسطس لعام 1998، وذلك بوهران، ودفن يوم السبت بتلمسان في
ودفن يوم السبت بالتلمسان في مقبرة العالم الرباني سيدي السنوسي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ونفعنا الله بهم. هذا وبالله التوفيق، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.